أستأذنك بالذهاب. بفضل عناية الله وشجاعة أبطالنا وبفضل دعواتكم أخذنا بثأر أخينا الملك حسن، حطمنا الرؤوس المتجبرة وأركعنا كل الكفرة الطغاة، ودماء شهدائنا لم تهرق دون حساب. عاش كنت أدعو لكم دائماً، الحمد لله على عودتكم بخير ونصر مبارك. أدامك الله يا أختي. وأين سليمان؟ عند مولانا السلطان في ري. سمعت أن المرض قد اشتد على والدنا، فكيف هو الآن؟ لم يكف عن السؤال عنكم، كان قلقاً عليكم. إن سمع صوتك فربما يتحسن. سيتحسن بإذن الله.